بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ركز معايا، احنا النهارده هناخد اعراب الفعل المضارع. قبل كده كنا بناخد اعراب الفعل المضارع ايه؟ بنروح عند الفعل المضارع وبنصبر، ما بنكملش اعرابه. تمام؟ احنا وصلنا سبت دلوقتي الصف السادس الابتدائي، هناخد اعراب الفعل المضارع كده. تمام؟ ممكن يكون فعل مضارع منصوب او مرفوع او حاجه جديده علينا اسمها مجزوم، حاجه اسمها ايه؟ مجزوم. تمام؟ طيب الفعل المضارع ده ثلاث انواع، ممكن يكون صحيح الاخر، ممكن يكون ايه؟ صحيح الاخر، او معتل الاخر، او من الافعال الخمسه، او من الافعال الايه؟ الخمسه، وهناخدهم ان شاء الله المره الجايه. تاني صحيح الاخر ومعتل الايه؟ الاخر. طيب معتل الاخر الاول يعني ايه معتل الاخر؟ يعني الفعل المضارع بيكون اخره الف، اللي هي حكم مبني على حكم مبني. الالف واو شطر والياء دي حروف المد لما بتيجي مع الاسماء. طب لما بتيجي مع الافعال بتيجي بيبقى حرف عله، اسمه حرف ايه؟ عله. ايه حروف العله؟ الالف الواو والياء. يبقى معتل الاخر اذا كان اخره حرف عله، سواء كان الف او واو او ياء، ده حروف الايه؟ العله، معتل الاخر. زي كلمه ايه؟ زي كلمه يدعو، زي كلمه يدعو، يسعى، داخلها ايه ده كله؟ حرف عله، حرف عله. عرفنا يعني ايه معتل الاخر؟ يقضي. ده معناه كده بس معتل الاخر. طب صحيح الاخر ايه؟ الفعل الصحيح الاخر بعد اي مكان اخره ايه؟ ايا كان اخره ايه؟ زي كلمه يلعب، يشرح، اخره هاء او باء، طالما مش اخره ولا الف ولا واو ولا ياء يبقى هو صحيح الاخر، يبقى هو صحيح الايه؟ الاخر. طيب يا رب الفعل المضارع، الفعل المضارع ركزوا معايا هنا قوي، الفعل المضارع ممكن يكون منصوب او مجزوم او مرفوع. تاني الفعل المضارع منصوب مجزوم مرفوع. كده يا محمد الفعل المضارع منصوب مجزوم مرفوع. امتى اقول على الفعل المضارع ده منصوب؟ لازم تجي لي قبليه علامه من علامات النصب. علامه من علامات الايه؟ النصب. ايه هي علامات نصب الفعل المضارع؟ هنحفظهم مع بعض. ان لم كي حتى لم يبدا عليه. ان لم كي حتى لام التعليل. اهو ان لم كي حتى ما هي ادوات النصب؟ انا امتى بعرف الفعل المضارع ده فعل مضارع منصوب؟ لازم تجي لي قبليه عمار اداه من ادوات النصب، لازم يظبط باداه من ادوات الايه؟ النصب. لما اجي اقول لك الرجل لن يكذب، الرجل ايه؟ لن يكذب، مش دي اداه من ادوات النصب؟ لا دي، يبقى ده فعل مضارع منصوب، فعل مضارع ايه؟ منصوب. تمام؟ طيب دي ادوات النصب. طيب بتعمل ايه في الفعل المضارع بتخليه منصوب؟ والله لو كان صحيح الاخر يبقى منصوب بالفتحه، لو صحيح الاخر منصوب بالايه؟ طب لو معتل الاخر الفتحه المقدره، لان انا ما ينفعش احط الفتحه على الواو، يبقى ايه؟ فعل مضارع منصوب بالفتحه المقدره. شاطره. من ايه؟ من الفتحه المقدره. ده لو معتل الاخر الافعال الخمسه ان شاء الله المره الجايه. تمام؟ طيب يبقى فعل مضارع منصوب ايه؟ زي ايه طيب؟ تعالى نشوف نفسك. ايها الرجل او الرجل لن يكذب. وانا عاوز اعرف كلمه يكذب ايه؟ يكذب ده اسم ولا فعل الاول؟ فعل مضارع مضارع. حدد معايا فعل مضارع قبليه اي اداه؟ لن. اللن دي خدناها من ادوات الايه؟ النصب. من ادوات النصب. يبقى ده فعل مضارع منصوب. اقف بقى اشوف اخره ايه قبل ما اقول العلامه، قبل ما اقول العلامه اشوف اخره ايه؟ اخره باء. والباء دي من حروف العله ولا مش من حروف العله؟ لا مش من حروف العله. يعني صحيح الاخر، صحيح الاخر يبقى فعل مضارع منصوب بايه؟ بالفتحه. مين قال مقدره؟ غلط.
مقدرة دي لما يكون اخره الف او واو او ياء. الف او واو او ياء بحط له كلمة المقدرة، لان ما ينفعش احط على الواو فتحة معايا. طيب لما اجي اقول لحضرتك يجب ان تجتهد، يجب ان تجتهد، تجتهد طلبي طلب، تجتهد طلبي فعل مضارع شطر منصوب بالايه؟ فتح صح؟ صح لانه صحيح الاخر، يبقى فعل مضارع منصوب بالايه؟ بالفتح شطر فرع. طيب لما اجي اقول تاني المسلم لن يدعو الى الشر، المسلم لن يدعو الى الشر، قول يا فيروز فين الفعل المضارع؟ يدعو يدعو يقرا ايه؟ شطورة. ليه؟ لأنه معتل الآخر، أي أن الآخر حرف له حرف عين. شاطرة جدا، اتفضل اقعد. يبقى ده إيه يا عمار؟ فعل مضارع منصوب بالإيه؟ بالفتحة المقدرة، بالفتحة الإيه؟ المقدرة. وصلت دي؟ طيب. يعني إيه جزم؟ ناخد بقى النوع الثاني، مجزوم، يعني إيه مجزوم؟ إيه؟ لا الجار ده هنا مع الاسماء، اما الجزم، الجزم يعني في اللغه العربيه كده يعني السكون، اي الوقوف، الوقوف الجزم يعني الوقوف. انا لما باجي اقف كنا في التحليل الصوتي بناخد كلمات بنقف عليها بالمقاطع الصوتيه، ليه بنقف عليها؟ بنحط لها سكون صح؟ هي دي معنى الجزم، السكون او الوقوف والقطع يعني الحذف تمام؟ يبقى مجزوم يعني الوقوف والقطع، يعني السكون والحذف، السكون ايه؟ وحذف. طيب الفعل المضارع صحيح الاخر، فعل مضارع صحيح الاخر مجزوم بالسكون، مجزوم بالايه؟ بالسكون. مجزوم بالايه؟ بالسكون، طالما صحيح الاخر. طيب لو معتل الاخر حذف حرف العله، ماشي حذف حرف العله خالص، لان قلت لكم القطع او الوقوف، القطع او الوقوف، يبقى حضرتك معتل الاخر مجزوم بايه؟ بحذف حرف العله، بحذف حرف الايه؟ العله. ثاني معتل الاخر بحذف حرف العله خالص، بحذف حرف العله ايه؟ خالص. زي ايه طيب؟ لما اجي اقول الرجل، ايه هي اصلا ادوات الجزم؟ ايه هي اصلا ادوات الجزم قبل الامثله؟ ادوات الجزم ثلاثه، ادوات الجزم ايه؟ ثلاثه. لم، لم مش لم، لم بالميم مجزومه، لم ها لام الامر، لم ناهية. ثاني ادوات الجزم لم، لام الامر، لم ناهية، لم لام الامر، لم ناهية، لم لام الامر، لم ناهية. دي ادوات الايه؟ ادوات جزم الفعل المضارع. اول ما بتيجي قبل الفعل المضارع بقول عليه فعل مضارع مجزوم، ممكن يكون لو صحيح الاخر يعني مجزوم بالسكون، معتل الاخر حذف حرف العله لو معتل الاخر. ما اقول الرجل لم يقضي بالعدل، الرجل لم يقضي بالعدل، ايه اللي حصل هنا؟ هي يقضي دي بتتكتب كده ولا بتتكتب كده؟ يقضي، ايه اللي اتشال منها؟ الياء. يبقى ده ايه سبب الشيء اللي احنا شلنا حرف الياء؟ مجزوم. جدع يا محمد. يبقى ده فعل ايه؟ يلا ملوش فعل مضارع العلم. فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلم. سهله ولا صعبه دي؟ سهله. ها فهمناها؟ طيب لما اجي اقول لك كده ايها الطالب، ايها الايه؟ الطالب لا تكذب. لا دي مش بتحس ان فيها امر؟ مش بتحس ان هنا فيها امر؟ لا لا ده الامر دي لا هي انا بقرر بطلب منك عدم فعل الشيء تمام، بديك عن فعل الشيء. يبقى هنا ايها الطالب لا تكذب،
يبقى فعل مضارع مجزوم بايه؟ مين يقول لي؟ بالسكون لانه صحيح الاخر. مجزوم بالايه؟ بالسكون لانه صحيح. بالسكون لانه صحيح الاخر. فاهم يا عمر؟ ها؟ عمار معايا؟ طيب عاوزين عمار يحل اول السؤال ده. الطالب لم يجزم. الطالب لم يجزم. يلا يا عمار. ها؟ لم دي أداة نصب ولا أداة جزم؟ أداة جزم. شاطر. يبقى ده فعل مضارع إيه؟ فعل مضارع مجزوم. مجزوم بإيه؟ أبص على أحمد. لا هي سكون أو حذف حرف العلة. يبقى هنا في حرف علة؟ لا يبقى سكون. مجزوم بالإيه؟ بالسكون. أه طيب لما أجي تاني كده الجزم في حاجة واقفة مع حد؟ حاجة واقفة مع حد في الجزم؟ طيب ناخد بقى ايه؟ الحالة الأخيرة وهي حالة الرفع، حالة الإيه؟ الرفع. طبعًا عارفين الرفع دايمًا بالإيه؟ بالضمة. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. لو أخر هو صحيح الآخر بالضمة. فهو صحيح الآخر بالضمة. تمام؟ لو معتل الآخر الضمة المقدرة. الضمة الإيه؟ المقدرة. لما أجي أقول لحضرتك المسلم يدعو الناس إلى الخير. كلمة يدعو تعرف إيه؟ فيها فيها أداة نصب أو جزم؟ لا فعل مضارع. إيه بقى إيه تعريف الفعل المضارع المرفوع؟ هو الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم، ناصب ولا جازم، يعني ما جيش قبليه ولا أداة نصب ولا أداة جزم، ولا أداة نصب ولا أداة جزم، يعني هنا في أي أداة؟ لا، يبقى فعل مضارع إيه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. كل اللي قال مقدرة شاطر جدع. ليه؟ عشان اخره حرف الايه؟ العله الواو. لكن لما بقول لك كده يشرح المعلم الدرس. يشرح المعلم الدرس. يلا معايا يشرح المعلم الدرس. يشرح دي تعرف ايه؟ عمر تعرف ايه؟ يشرح المعلم الدرس. يشرح ده فعل مضارع. فعل مضارع قبليه اي اداه؟ لا. يعني فعل مضارع ايه؟ منصوب. فعل مضارع. لا فعل مضارع منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع؟ لسه مرفوع. مرفوع ليه؟ مفيش قبليه اي اداه ولا ناصب ولا جازم. ولا ناصب ولا جازم. مفيش قبليه اي اداه. طالما مفيش قبليه اي اداه يبقى مرفوع. مرفوع بايه يا استاذ عمر؟ بالضمه لانها صحيح الاخر. ملك اتفضل يا ملك. يفهم الطالب الدرس. يفهم الطالب الدرس. ها هناك ايه؟ يفهم الطالب الدرس. يفهم دي تعرف ايه؟ شطوره. فعل مضارع مرفوع. مرفوع بايه؟ بالضمه. صح لانه صحيح الاخر. لانه صحيح الاخر. طيب عايز حد يعرف لي كلمة يجتهد اللي هي يجب أن تذاكر كي تجتهد. يجب أن تذاكر كي تجتهد أو تنجح. هي هي عادي. مين يعرف يعرفها لي؟ أسمع محمد. فعل مضارع ايه؟ من كي كي ها كي ده أداة نصب ولا أداة جزم؟ أن لم كي حتى لم التعليم أدوات إيه؟ مصدر الفعل. منصوب بالفتح. جدع. شكرا. لأنه صحيح الآخر. لأنه صحيح الآخر. طيب خلصنا كده. في جزئية بس أحب أوضحها اللام. في جزئية أحب أوضحها اللام. ركز كده معايا. اللام لازم قبل ما اعرف اي كلمه داخل عليها لام لازم عشان اعرف اي كلمه داخل عليها لام تمام ابص عليها هي الاول اسم ولا فعل. اسم ولا فعل ولا فعل.
والله اللام لما تبقى داخله على اسم زي للمدرسه فاللام دي حرف جر سهله جدا حرف ايه جر والمدرسه اسم مجرور وعلى الجر والكسره طيب اللام دي لو داخله على فعل كده فيها شك ممكن تبقى لام تعليل فبتخلي الفعل المضارع ده منصوب تمام او ممكن تبقى لام الامر فبتخليه مجزوم انا اعرف من ايه من فهم الجمله من فهم الكلمه والجمله ازاي طيب لما اجي اقول لك اللام لما بتكون داخله على فعل ممكن تكون لام الايه التعليل بمعنى كده علشان بمعنى ايه علشان بالبلد تمام انا دلوقتي بذاكر ليه بجتهد ليه انجح يبقى بقول لك اجتهد لتنجح اجتهد لتنجح اهي اجتهد لتنجح تمام فكلمة تنجح دي ايه اللام دي بمعنى علشان تنجح صح علشان تنجح فخليته فعل مضارع منصوب فعل مضارع ايه منصوب بالفتحة منصوب بالفتحة طيب الثانية بمعنى لازم لام الأمر بمعنى لازم لام الأمر بمعنى إيه؟ لازم أي لام الأمر بمعنى لازم بمعنى إيه؟ لازم بمعنى لازم إزاي؟ أجي أقول لحضرتك لتصلي لتذاكر تمام؟ لتجتهد دي كلها تحس إن هي بأمرك كده لا لتنجح هنا دي علشان سبب تمام؟ يبقى لما تذاكر تحس ان هي امر، يبقى اللام دي لام الايه؟ لام الامر فبتخليه مجزوم، بتخليه ايه؟ مجزوم. طيب عاوز حد يرد السؤال ده. اجتهد لتحقيق، خلي بالك لتحقيق هدفك. واجتهد لتحقق هدفك. هنا لتحقيق وهنا لتحقق. حدد حدد الاول يا فريق. اسمع فرق. اجتهد لتحقيق هدفك. اجتهد لتحقيق هدفك. لا. قبل ما بعرف الكلمة لازم اشوف اللام دي داخلة على اسم ولا فعل. حددي تحقيق حط لها الف ولام التحقيق كده يبقى ايه حرف جر واسم مجرور وعلى جدار الاصل شاطر يلا يا عمار اجتهد لتحقق هدفك اجتهد لتحقق هدفك قبل ما بعرف دي فعلا اشوف دي اسم ولا فعل فعل كده اللام دي بمعنى علشان ولا بمعنى لازم لا اجتهد علشان تحقق هدفك علشان تحقق هدفك يبقى دي لام ايه؟ لام التعليل صح؟ لام التعليل بتخلي الفعل ده ايه؟ منصوب وعلامه نصبه الفتح منصوب وعلامه نصبه الفتح ماشي شكرا لحضراتكم والمره الجايه ناخد الحلقه 5 ان شاء الله